بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء. سنوات ثالثة ثانوي جميع الشعب العلمية، يعني أقصد علوم تجريبية، تقني رياضي، رياضيات. مرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات. طبعا في الفيديو السابق عرضت عليكم ملخص شامل ورائع على الاشتقاقية، باعتبار أن هذا الدرس تاع الاشتقاقية هو أول درس راح تشوفوه في هذه السنة إن شاء الله. نتمنى هذه السنة أن تكون مباركة للجميع، تكون بالامتياز والتفوق في شهادة البكالوريا. صدقوني أن شهادة البكالوريا تحضر من الآن، نعم، من شهر سبتمبر إلى غاية شهر ماي، يعني لآخر يوم من الدروس. إذا ما عليكم إلا التركيز والاجتهاد والمثابرة باش تتحصلوا في الأخير على علامات جيدة إن شاء الله. إذا يوما في هذا الفيديو اخترت لكم حل نشاط الأول، صفحة 40 من الكتاب المدرسي، هو على الاشتقاقية، على العدد المشتق بيانيا، كيف راح نحسب العدد المشتق بيانيا. إذا وش يقول التمرين؟ يقول رسمنا في الشكل الموالي، يعني هذا الشكل، منحنيين بيانيين سي اف وسي جي. إذن أتمنى فقط أن تكون الصورة واضحة، كبرها لكم قليلا. إذا شوفوا معايا، بالأحمر عندنا منحنى بياني سي اف، وبالأزرق عندي المنحنى البياني سي جي. أما المستقيمات اللي راهي بالأخضر هي عبارة عن مماسات. إذا يقول أن الدالتين معرفتين وقابلتين للاشتقاق على المجال ناقص 2 3 وبعض مماساتهما. السؤال الأول يطلب منكم حساب الأعداد المشتقة التالية: F تحالي ناقص 1، G تحالي ناقص 1، F تحالي 2، G تحالي 2، ثم F زائد الدالة F زائد G للعدد ناقص 1، ثم جداء الدالتين F و G مشتقة تحالي العدد 2، صورة العدد 2 بالدالة F تحالي F في جي، ثم 3 على اف مشتقة 3 على اف للعدد ناقص 1، ثم اف على جي مشتقة اف على جي للعدد 2، يعني صورة العدد 2 بالدالة المشتقة اف على جي. ثم السؤال الثاني يطلب منكم، من اجل كل اكس ينتمي الى 0 2 عندنا عبارة اش لي اكس تساوي اف ل 2 اكس ناقص 1. يقول احسب اش فتحة ل 0 واش فتحة ل 3 على 2. صدقوني أن هذا التمرين جد جد رائع، راح يعلمكم بيانيا كيف راح نلقاو العدد المشتق. إذا نبدأ بأول حساب اللي هو F تحالي ناقص 1. طبعا ناقص 1 يمثل الفاصلة تاع، يعني الموجودة على محور الفواصل اللي هي ناقص 1 هايليك. الآن ماذا يمثل F فتحالي ناقص 1؟ احنا شفنا ملخص تاع الاشتقاقية، راح نذكركم ببعض التذكرة، قليلة من التذكرة باش تنبهوا ما معنى أفتحة لناقص 1. إذا التذكرة الأولى، إذا كانت أف قابلة للاشتقاق عند إكس صفر، فإن العدد المشتق أفتحة لإكس صفر ماذا يمثل؟ يمثل معامل توجيه المماس للمنحنى سي أف عند النقطة ذات الفاصلة إكس صفر. الآن وش معناتها معامل؟ كيف نلقاو معامل التوجيه؟ إذا كانت عندنا نقطتين ذات الإحداثيات إكس إيكغريك، أ ذات الإحداثيات إكس إيكغريك، و ب ذات الإحداثيات إكس فتحة إيكغريك فتحتين، إكس فتحة إيكغريك فتحة، نقطتين متمايزتين، طبعا من المستقيم أ ب. إذا قلت من المستقيم أ ب، وتكون إكس تختلف عن إكس فتحة، فإن معامل توجيه المستقيم تاع AB كيف نلقاه؟ هو A يساوي فرق التراتيب على فرق الفواصل، يعني Y فتحة ناقص Y على X فتحة ناقص X. هذا درستوه منذ السنوات تاع المتوسطة. إذا نطبق، نجي الآن راح نحسب F فتحة لناقص 1. ماذا يمثل F فتحة لناقص 1؟ إذا نشوف بيانية. إذا X صفر تاعي هو ناقص 1، إذا نجي للنقطة تاعي التي ذات الإحداثية ناقص 1، نسقطها على المنحنى، نلقى الترتيبة تاعها هي 2، نسمي هذه النقطة النقطة A،
اذا نرمز لها النقطة أ. اذا هذه النقطة أ راح نشوف المماس تاعها، يعني المماس للمنحنى سي اف، هوليك سي اف، نرسم مستقيم تشمل هذه النقطة وتمس المنحنى تاعي في نقطة. نلاحظ ان بيانيا ان هذا المماس اللي هو هذا المستقيم، ديروكم بالمسطرة، اللي هو هذا المستقيم بالاخضر، نلاحظ ان هذا المماس موازي لمحور الفواصل. احنا شفنا ان كيكون المماس موازي لمحور الفواصل مباشرة راح نستنتج ان ما المعامل التوجيه تاعو هو يساوي الصفر. اذا هذه كانت اول اجابة لهذا السؤال. اذا نكتب، اذا بعدما اجبنا على السؤال الاول لقينا اف تاع لناقص واحد تساوي صفر. اذا الان نروح نحسب جي فتحة لناقص واحد، طبعا نستعمل دائما البيان. شوفوا معايا، اذا من البيان اين هي؟ اولا النقطة ذات الفاصلة ناقص واحد، نجي للفاصلة هيليك ناقص واحد، اسقطها على طبعا على المنحنى البياني سي جي، هاوليك المنحنى البياني سي جي بالازرق. اذا المماس تاعو هاوليك المستقيم بالاخضر، هذا هو المماس تاع للمنحنى سي جي عند النقطة ذات الفاصلة ناقص واحد، اللي هو هذا بالاخضر. هنا باش نلقاو العدد المشتق تاعنا لازم نلقاو معامل التوجيه تاع هذا المستقيم. اذا باش نلقاو معامل التوجيه قلت ناخذوا نقطتين من هذا المماس. اذا راح ندي النقطة هذه اللي حنسميها بي ذات الاحداثيات 2 0، وندي النقطة الثانية اللي هي هذه النقطة وراح نسميها سي. هذه النقطة احداثيتها هي ناقص واحد ناقص واحد ناقص واحد. إذا باستعمال هاتين النقطتين اللتان تنتميان إلى المماس راح نستخرج اف جي فتحة لناقص واحد اللي هو معامل توجيه المماس. إذا كتبت لكم حساب العدد المشتق جي فتحة لناقص واحد اللي هو يمثل معامل توجيه المماس للمنحنى سي جي عند النقطة ذات الفاصلة ناقص واحد. ثم بعد ذلك نقول أن المماس للمنحنى سي جي عند x صفر يساوي ناقص واحد يشمل النقطتين ب ذات الإحداثية 2 صفر و c ذات الإحداثية ناقص واحد ناقص واحد. إذا وبالتالي وش يخرج لي؟ العدد المشتق جي فتحة لناقص واحد ماذا يساوي؟ اللي هو معامل التوجيه. ماذا يساوي؟ إذا نحسب فرق التراتيب على فرق الفواصل. نبدأ إكس بي أو إيكغيك بي اللي هي صفر ناقص إيكغيك سي، إيكغيك سي ناقص واحد، نديرو بين قوسين. ثم إكس بي اللي هي اثنين ناقص إكس سي أو فاصلة النقطة سي ناقص ناقص واحد، وتساوي هنا صفر ناقص ناقص واحد واحد على اثنين ناقص في ناقص واحد اثنين زائد واحد، ويساوي واحد على ثلاثة. إذا كم يساوي جي فتحة لناقص واحد معامل توجيه؟ إذا يساوي الثلث. إذا نكتب جي فتحة لناقص واحد اللي هو معامل توجيه تاع المماس للمنحنى يساوي واحد على ثلاثة. أتمنى فقط أن يكون واضح. نتابع العدد المشتق الذي يليه. نتابع، إذا الآن نحسب اف فتحة لاثنين، نفس الشيء اف فتحة لاثنين يمثل ميل المماس للمنحنى سي اف، هاوليك المنحنى سي اف عند النقطة ذات الفاصلة اثنين، يعني نحسب ميل المماس هذا للمستقيم اللي راهو بالأخضر، نديره لكم بالمسطرة، يعني نحسب ميل هذا المستقيم، أتمنى فقط أن يكون واضح. الآن نفس الشيء، نعلم أن اف فتحة لاثنين يمثل ميل المماس تاع هذا المستقيم. إذا نأخذ نقطتين، نأخذ النقطة ب اللي هي اثنين صفر، ونقطة أخرى يمر بها المماس، هذه النقطة اللي هي نسميها د، إحداثيتها هي صفر اثنان، صفر اثنان. ثم نحسب معامل التوجيه، إذا بالقانون اللي ذكرناه من قبل. إذا نكتب، إذا نتابع حساب العدد المشتق اف فتحة لاثنين. نقول أن المماس للمنحنى سي اف عند النقطة ذات الفاصلة اثنين يمر بنقطتين ب ذات الإحداثية اثنين صفر و د صفر اثنين. إذا ماذا يساوي اف فتحة لاثنين؟ إذا فرق التراتيب على فرق الفواصل. إذا نكتب صفر ناقص اثنين على اثنين ناقص صفر. إذا نكتب
ويساوي صفر ناقص 2 ناقص 2 على 2 ناقص 0 2 ناقص 2 على 2 يساوي ناقص 1. وبالتالي جي فتح اف فتح الاثنين ماذا يساوي؟ يساوي ناقص 1. اذا نكتب نتابع الان، قلنا نحسب جي فتح الاثنين. جي فتح العدد المشتق جي فتح الاثنين يمثل ميل المماس. شوفوا معايا هاي ليك الفاصلة ذات النقطة الفاصلة 2، هاي ليك الفاصلة 2، ولكن نروح نشوف منحنى الدالة جي. هذا هو الدالة جي. إذا راح يكون ميل جي فتح الاثنين العدد المشتق يمثل معامل توجيه. إذا نسقط هذه الفاصلة، هذه النقطة، عندي النقطة هذه ذات الفاصلة 2 والترتيب 2، هذه النقطة هي نقطة تماس المنحنى سي جي مع، يعني هذا هو المماس. شوفوا معايا المماس للمنحنى عند النقطة ذات الفاصلة 2. إذا هنا نفس الشيء، نشوف نقطتين تنتميان إلى هذا المماس اللي هو هذا. إذا ندره لكم بالمسطرة، هذا هو المماس تاع للمنحنى سي جي، منحنى بالأزرق عند النقطة ذات الفاصلة 2. أتمنى فقط أن يكون واضح. إذا ندي نقطتين، راح ندي النقطة أو ذات الإحداثية 2 2 أين يمس المنحنى سي جي مع المماس، ثم ندي نقطة أخرى اللي هي 0 1، ثم نحسب جي فتحة الاثنين اللي هو معامل التوجيه. إذا المماس للمنحنى سي جي عند النقطة ذات الفاصلة 2، والذي هذا المماس يمر بالنقطتين أو ذات الإحداثية 2 2 والنقطة الثانية هي اف 0 1. إذا جي فتحة الاثنين فرق التراتيب، إذا نكتب 2 ناقص 1 2 ناقص 1 على الفاصلة تاع أو 2 ناقص فاصلة اف 2 ناقص 0 2 ناقص 1 1 على 2 ناقص 0 2. وبالتالي تخرج لي جي فتحة الاثنين تساوي النصف. إذا وصلنا إلى حساب العدد المشتق اف زائد جي مشتقة تاعها لناقص 1. حنا نعرفوا أن الدالتين اف وجي قابلتين اشتقاق، إذا بجموع الدالتين راح يكون قابل الاشتقاق. تذكرة بسيطة، عندنا من العمليات على الدوال المشتقة، عندنا كيكون عندنا اف زائد جي مشتقة مجموع الدالتين تساوي، طبعا لي اكس ندير لي اكس، تساوي اف فتحة لي اكس زائد جي فتحة لي اكس. راح نطبق هذا القانون. إذا نفس الشيء نقول اف زائد جي لي فتحة لي ناقص 1 ماذا تساوي؟ راح تساوي لي اف فتحة لي ناقص 1 زائد جي فتحة لي ناقص 1. طبعا اف فتحة لي ناقص 1 حسبناه من قبل يساوي 0، وجي فتحة لي ناقص 1 حسبناه من قبل يساوي 1 على 3. إذا نقول اف زائد جي مشتقة صورة ناقص 1 بالدالة اف زائد مشتقة الدالة المشتقة اف زائد جي تساوي، إذا هذا يساوي 0، نعوض 0 زائد 1 على 3 ويساوي 1 على 3. أتمنى فقط أن يكون واضح. نتابع. إذا وصلنا إلى حساب العدد المشتق اف في جي، يعني مشتق الدالة اف جداء الدالة جي للعدد 2، يعني الصورة تاع العدد 2 بالدالة جداء، يعني بالدالة المشتق تاع الجداء. شوفوا معايا التذكرة بسيطة، حنا عندنا القانون كيكون عندنا جداء دالتين مشتقة تاعها هو مشتقة الدالة الأولى اف فتحة لي اكس، الدالة اف اف فتحة في الدالة جي زائد اف في مشتق الدالة جي. إذا كي نطبق لي العدد 2 وطبق القانون واش يخرج لي؟ يخرج لي اف فتحة للعدد 2 زائد جي لي 2 زائد، عفوا هنا جداء وليس زائد، زائد نطبق زائد تاع القانون اف للعدد 2 زائد جي فتحة للعدد 2. إذا ما علي إلا من قبل حسبنا اف فتحة لي 2 لقيناه ناقص 1، وجي فتحة لي 2 تساوي النصف. الآن بقى لي فقط نحسب صورة العدد 2 بالدالة اف
وصورة العدد 2 بالدالة جي. طبعا هذا نستعمل من البيان. شوفوا معايا، نجبد البيان تاعي او الرسم البياني. اذا صورة العدد 2 بالدالة اف اللي راهي بالاحمر هو صفر، اما صورة العدد 2 بالدالة جي نسقط يعني العدد يعني الفاصلة هذه نسقطها على المنحنى تاعي، ثم نسقط على محور الترتيب راح نلقاها 2. اذا نكتب، اذا بقات لي عملية التعويض فقط. اذا اف في جي مشتقة تاعها للعدد 2 ماذا تساوي؟ اف تحدي 2 قلنا تساوي ناقص 1، في جي لاثنين جي لاثنين تساوي 2، زائد اف لاثنين قلنا انها تساوي صفر، في جي فتحة لاثنين قلنا تساوي النصف. اذا هذا يروح، صفر في نصف يروح، يبقى لي ناقص 1، ناقص 1 في 2 يخرج لي ناقص 2، اذا هنا يساوي ناقص 2. اذا اف في جي مشتقة تاعها للعدد 2 يساوي ناقص 2. نتابع حساب العدد المشتق 3 على اف لناقص 1. حنا عندنا القاعدة في عملية على الدوال، عفوا على المشتقات، عندنا ك في اف المشتقة تاعها، بما ك طبعا ما ننساش ان ك تاعي عدد حقيقي، اذا راح يخرج لي ك في اف تاعها، وواحد على اف المشتقة تاعها هو ناقص اف تاعها على اف مربع. نطبق القانون، اذا عندي 3 على اف لناقص 1، اذا 3 يخرج هكذا جدا مشتق 1 على اف المشتق تاعها لناقص 1. وطبق مرة أخرى القانون، إذا 3 على اف مشتقة تاعها لناقص 1 ماذا تساوي؟ تساوي 3 في مشتق 1 على اف هو ناقص اف تاعها لناقص 1 على اف لناقص 1 الكل مربع. حنا طبعا هذه تساوي 3 في ناقص اف، نخرج الناقص هنا خارج 3، ناقص 3 هنا اف تحالي ناقص 1، قلنا اف تحالي ناقص 1 كم يساوي؟ حسبناه من قبل هو 2، عفوا اف تحالي ناقص 1 يساوي 0 وليس 2، في 0 على اف لناقص 1، اف لناقص 1 بيانيا راح تلقاوه يساوي 2، اذا 2 الكل مربع. اذا ناقص 3 في 0، 0 على 4 ويساوي 0، ومنه مشتق 3 على اف لناقص 1 يساوي الصفر. العدد المشتق الاخير هو اف على جي، مشتق اف على جي يعني صورة العدد 2 بالدالة المشتقة اف على جي. طبعا القانون اولا، عندنا مشتقة كي تكون عندنا نسبة دالتين اف على جي تساوي مشتق اف في جي ناقص اف في مشتق الدالة جي على جي مربع. ونطبق على العدد 2، اذا راح يولي لي اف على جي للعدد 2 يعني صورة العدد 2 بالدالة هذه، راح تخرج لي اف فتحة للعدد 2 في جي لاثنين ناقص اف لاثنين في جي فتحة لاثنين على جي لاثنين الكل مربع. التطبيق العددي، طبعا عندنا اف فتحة لاثنين هو ناقص 1، اذا نكتب ناقص 1 في جي لاثنين كتبناه، اذا حسب البيان راح يخرج لكم العدد 2 كتبته لكم، في 2 ناقص اف ل 2 يساوي 0، اذا 0 في جي فتحه ل 2 هو النصف على جي 2، جي ل 2 هو 2، اذا 2 الكل اس 2. اذا هنا راح يخرج لكم هنا 0 في النصف 0، ناقص 1 في 2 يخرج لكم يساوي 2 على 4، و 2 على 4 هو النصف. اذا اف فتحة او اف على جي مشتق هذه الدالة للعدد 2 يساوي النصف. اتمنى فقط انني وفقت في هذا الشرح المبسط. السؤال الثاني يقول من اجل كل اكس ينتمي للمجال 0 2 واش عندي؟ عندي عبارة اش لي اكس معرفة كالتالي اف ل 2 اكس ناقص 1. يقول احسب اش فتحة لي 0. قبل ما نحسب اش فتحة لي 0، اذا عندي كي تكون عندي عبارة اش لي اكس تساوي اف ل ا اكس زائد ب، فان مشتقه الداله اش، اش فتحه ل اكس راح تساوي لي مشتق ا اكس اللي هو ا في اف، هنا فقط اف فتحه ل ا اكس زائد ب، ا اكس هنا ا نسيت ا، ا اكس
فتحة لي AX زايد B، هذا هو القانون. نطبق القانون، عندي H لي X تساوي F لي 2X ناقص 1، H فتحة لي X تساوي مشتق 2X ناقص 1 هو 2، في F فتحة لي 2X ناقص 1. الآن نعوض X بصفر، مش راح نلقاو؟ نلقاو H فتحة لي صفر ماذا يساوي؟ راح يساوي لي 2 في F فتحة لي 2 في صفر ناقص 1. H فتحة لي صفر راح يساوي لي 2 في F فتحة، هنا 2 في صفر صفر لي ناقص 1. احنا نعلم أن F فتحة لي ناقص 1 كم يساوي؟ لقيناه من قبل أنه يساوي الصفر، وبالتالي تصبح H فتحة لصفر تاعي تساوي صفر. السؤال الذي يليه، آخر عدد مشتق راح نحسبه، H فتحة لي 3 على 2، عندنا عبارة H فتحة لي X تساوي 2 في F فتحة لي 2X ناقص 1، نعوض X بثلاثة على يساوي 3 على 2، إذا H فتحة لي 3 على 2 يساوي 2 في F فتحة لي، نعوض X بثلاثة على 2، 2 في 3 على 2 ناقص 1. إذا H فتحة لي 3 على 2 ماذا يساوي؟ يساوي 2 في F فتحة، هنا نختزل 2 مع 2 وش يبقى لي؟ يبقى لي 3 ناقص 1. إذا أخيرا H فتحة لي 3 على 2 يساوي 2 في F فتحة للعدد 2. احنا من قبل حسبنا F فتحة للعدد 2 ماذا يساوي؟ إذا 2 في، إذا قلت نتابع، قلت حسبنا من قبل F فتحة لي 2 تساوي ناقص 1، إذا نعوض 2 في ناقص 1 ويساوي ناقص 2. أخيرا H فتحة لي 3 على 2 يساوي ناقص 2. كان هذا هو آخر سؤال من هذا التمرين، أتمنى فقط أنني وفقت في الشرح المبسط لهذا التمرين، فقط عندي ملاحظة فقط على هذا التمرين ثم أختم الفيديو تاعي. نتمنى أنني ما لم أطل عليكم كثيرا، ولكن صدقوني أن الإطالة فيها فائدة كبيرة. شوفوا معي، حبيت ندير لكم فقط ملاحظة على النقطة B التي إحداثيتها 2 0. هنا المنحنى، شوفوا معايا والقلم كيف راه يمشي. إذا سي اف تاعي بالأحمر، هوليك المنحنى، وعندي هنا مماس عند الفاصلة 2. نلاحظ أن جزء من المنحنى راه فوق المماس، مثلا كنت نسميه تي واحد، هوليك تي واحد اللي راهو بالأخضر، يعني هذا المماس. شوفوا معايا نديره لكم بالمسطرة باش يتضح أكثر. هذا المماس شوفوا معايا هكذا، هناك جزء، هذا الجزء من ناقص 2 إلى 2 المنحنى يجي تحت المسطرة هذه، يعني تحت المماس. أما الجزء الآخر من 2 ل 3، شفتوا هذا الجزء الصغير تاع الأحمر يجي فوق المنحنى، يجي فوق المماس. هنا كيكون المنحنى مرة يجي فوق مرة يجي تحت، نقول أن المماس يخترق المنحنى، وفي هذه الحالة النقطة B تسمى نقطة انعطاف. هذه كملاحظة فقط نكتبها لكم. إذا واش تقول الملاحظة؟ أن المنحنى CF يخترق المماس سميتو T1 عند النقطة ذات الإحد B اللي هي إحداثيتها 2 0. تسمى هذه النقطة B نقطة انعطاف، ولدينا أيضا أن المشتقة الثانية لF عند الفاصلة 2 العدد 2 تساوي الصفر. وبهذا أكون عند نهاية هذا التمرين، أتمنى فقط أنني وفقت. ما تنسوناش بالتعليقات الجميلة واللايكات واشتراك القناة واشتراك الفيديوهات ليصلكم ما هو كل جديد. فقط أنبهكم أن تقريبا 80% دروس الرياضيات لسنوات الثالثة ثانوي موجودة بالترتيب على قوائم التشغيل بلاي ليست. إذا اللي يحب يطلع على أي درس واللي عندكم أي مشكل، ما عليكم إلا تعليق بسيط يصلني إن شاء الله راح ألبي رغباتكم. بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم.